السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم هو تشغيل السنسر. السنسر هذا اللي من عنده هو نوعين. النوع اللي على اليمين هو اللي ثلاث أرجل مساوية الأبعاد بينهم، والموضوع السنسر اللي على الجهة اليسار موجود اكو فرق بين الأرجل مالات السنسر. طبعا ربط هذه النوعية اللي على اليمين تختلف عن هاي النوعية اللي على اليسار، حتى ما نوقع بأخطاء ونتلف السنسر وربطه بطريقة صحيحة. الفائدة من عدة طبعا طريقة الربط هاي والفيديو هذا هو شلون نفحص الريموت او نشغل الموسفت، نشغله عن طريق الايار هذا السنسر. هذا النوع من السنسر يكون الموجب ماله عن طريق المدخل اللي بالمنتصف، البين هذا اللي بالمنتصف هو الموجب، والسالب هو على اليسار، هذا هو مكان السالب. عندنا ثلاث مصادر نقدر نشغل بها الايار. نقدر نشغل بطارية الهاتف، ونقدر نشغل بطارية ليثيوم 3.7 اللي هي جهدها يرتفع حتى 4.2، أو نقدر نشغل بشاحنة، شاحنة مالت هاتف. ذني ثلاثة نقدر نشغل بهن. أي مصدر عندك 5 فولت أيضا يشغل الأيار. أنا اخترت البطارية الليثيوم، هاي راح أشغل عليه. يعني نقدر إذا أنت يعني تريد متنقل الأيار أو تخليه بمكان أو تخليه بداخل كفر وثابت دائما تفحص به، تستخدم له بطارية مو شاحنة مالت هاتف. راح اربط هاي البطارية الليثيوم اللي هي 4 فولت، الموجب راح يكون بالمنتصف بهذا المكان، وهو يكون المشترك ويا الليد. السالب هو الجهة اليسار من السنسر، هذا مكان السالب. الليد اللي راح استخدمه هو من 2 إلى 3 فولت، او اذا اريد نستخدم هذا النوع الاخر يكون بهذا الشكل، ايضا هو من 2 إلى 3 فولت. اذا تلاحظون الليد تكون الجهة الموجبة هي القسم الصغير اللي بالليد، هذا يكون المعدن ماله بشكل صغير، والجهة السالبة هو القسم الكبير اللي هذا يكون شكله، هذا هو سالب، هذا الموجب وهذا السالب. فنربط الجهة الموجبة مالت الليد اللي هنا على الموجب اللي موجود بالمنتصف. ربطنا هذا الموجب، هو يكون مشترك، والخارج هو البوابة تكون على الجهة السالبة، هاي السالبة العيار اللي شغلنا الليد أو شغلنا الموسفت اللي نريد نشغله. اكتملت المستلمة بهذا الشكل، مستلمة العيار اللي صممناها. طبعا هذا عندنا ريموت إذا نفحصها، بس مجرد أن نضغط الريموت الفحص إذا يشتغل راح يشتغل عندنا الليد، وإذا الريموت تالف ما راح يشتغل عندنا. هذا النوع اللي يكون هو الحجم الكبير مال العيار. هسه راح نستخدم الحجم الثاني الربطة بنفس الطريقة، لكن اللي يختلف عندنا هو شنو؟ فقط نحرك السالب والموجب خطوة واحدة. يعني هاي الأسلاك اللي كان ترتيبها بهذا الشكل نفتحها بنفس الترتيب، لكن تنتقل خطوة للأمام بهذا الشكل هنا بهذا السنسر بهذا العيار، فقط خطوة للأمام بهذا الشكل. هنا كان الموجب بالمنتصف والسالب بالطرف، هنا انتقل 2 خطوة للأمام، راح نشغل هذا النوع من العيار. الليد راح يكون السالب على اليسار، والموجب راح يكون ويا الموجب. ها هي طريقة الربط الآخر للسنسر بهذا الشكل، وطريقة الفحص أيضا الإشارة مالته قوية وواضحة. أيضا راح تكون إذا أريد الركبة على بوابة الموسفت راح تكون الجهة اليسرى اللي هي جهة السالب، هاي الجهة مالت السالب هي اللي تفتح لنا وتغلق لنا بوابة الموسفت. أي موسفت عندك تريد تشغله بأي مشروع تاخذ له السلك هذا للبوابة مالت الموسفت. أتمنى تكونوا استفادتم من هذا الموضوع.
شكرا لك المتابعني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.